أني أنطلق لأعد لكم مكانا، وإن انطلقت وأعددت لكم مكانا فسوف أجيء أيضا وأخذكم إلي لتكونوا أنتم حيث أكون أنا. وأنتم عارفون إلى أين أذهب وتعرفون الطريق. قال له توما: يا سيدي، لسنا نعلم أين تذهب وكيف نقدر أن نعرف الطريق. قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلي إلى أبي إلا بي. ولو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أيضا أبي، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه أيضا. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، من راني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني في الآب والآب فيا؟ هذا الكلام الذي أقوله لكم ليس أتكلم به من نفسي، بل أبي الذي هو حال في هو يفعل هذه الأفعال. آمنوا أني في الآب والآب فيا، وإلا فآمنوا بي من أجل الأعمال نفسها. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اخرسوس انستي، المسيح قام. في هذا الصباح المبارك ونحن في هذه الكنيسه المقدسه، تلك البقعه التي شهدت تجلي امنا القديسه مريم العذراء منذ 50 عاما، ونحن نفرح بهذه الأفراح الكثيرة، ويشترك معنا العديد من الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والأباء الكهنة والأباء الرهبان، يشتركون ويفرحون مع كل الشعب المسيحي والقبطي هنا في مصر وفي كل العالم، فرحين بهذا التذكار المبارك الذي بارك أرضنا وبارك كنيستنا وبارك شعبنا وباركنا في الحياة اليومية في وجود أمنا العذراء الشفيعة المؤتمنة على جنس البشر من أجلنا جميعا. في هذا الصباح هو الأحد الخامس في الخمسين المقدسة، وهو المعروف في كنيستنا بأحد الطريق. فبعد أحد القيامة يأتي أحد توما الذي نسميه أحد الإيمان، ثم تبدأ الرحلة السماوية. فالأحد الثاني أحد المسيح خبز الحياة، والأحد الثالث المسيح ماء الحياة، وفي الأحد الرابع السابق الماضي المسيح نور الحياة، ويأتي أحد اليوم الأحد الخامس المسيح هو الطريق. والسيد المسيح في الإنجيل الذي استمعنا إليه منذ قليل يتحدث مع تلاميذه عن الطريق، فقال هذه العبارة التي تشهد وتعرفنا من هو شخص ربنا يسوع المسيح. قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. وهذه الكلمات الثلاثة ليست ثلاثة أوصاف،
ولكنها وصفا واحدا لعمل شخص السيد المسيح. فالسيد المسيح هو الطريق الحقيقي للحياة، والمقصود بالحياة الحياة السماوية والحياة الأبدية. السيد المسيح هو الطريق، وعندما يقول كلمة الطريق وهي كلمة معرفة فلا يوجد طريق آخر، فليس بأحد غيره الخلاص. فهو الذي صلب على الصليب من أجلنا ومن أجل كل البشر، وهو الذي فدانا بدمه الثمين، وهو الذي قدم نفسه ذبيحة من أجلنا، ذبيحة دائمة ومستمرة وفاعلة في الزمن إلى المجيء الثاني. هو الطريق، هو الذي من خلاله نعرف طريقنا نحو السماء. فالإنسان يا إخوتي الأحباء ليس كائنا أرضيا، ولكنه كائنا خلق لكي ما يكون له نصيب في السماء. الإنسان يولد على الأرض، وكما قيل في الكتاب من تراب وإلى تراب يمضي، ولكنك أيها الحبيب ولدت الولادة الثانية من الماء والروح، وذلك في بكور حياتك، فصارت السماء مفتوحة أمامك، وصار لك إمكانية أن يكون نصيبك في السماء ومكانك في السماء. وكما قال الإنجيل في هذا الصباح، في بيت أبي مواضع كثيرة، أماكن كثيرة، وكلمة كثيرة يعني دي بلا حصر أو بلا عدد. والمسيح يعد لنا جميعا أماكن في السماء، ولكن المهم أن تحفظ نصيبك السماوي. المهم أنك تمضي في حياتك، إن أعطاك الله عمرا طويلا أو قصيرا، إنما أعطاك هذا العمر لكيما تحفظ وتحرس النصيب السماوي في ملكوت السماء. المكان يعده المسيح، وجهادك الروحي وارتباطك، وأنك تمضي في الطريق وبالطريق وعلى الطريق، فأنك تستطيع أن تصل إلى السماء. أيضا الطريق ليس أي طريق، ولكنه الطريق الحقيقي. تلاحظون معي أن السيد المسيح كان دائما يبدأ كل كلامه بعبارة الحق الحق أقول لكم، فهو الحق. وكلمة الحق لا تطلق إلا على الله. الحق الحقيقي والطريق الحقيقي والحقيقة التي ظل الإنسان عصور وعصور خلال العهد القديم ينتظر أن تظهر الحقيقة، فظهرت في ميلاد ربنا يسوع المسيح، وبدأنا العهد الجديد الذي يؤهلنا إلى ملكوت السماوات. وهذا الطريق الحقيقي هو الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، إلى الحياة الأبدية أو الحياة الجديدة. ولذلك نحن نضع الصليب أمامنا على الدوام، ونعلم أنه هو الطريق الحقيقي للحياة الأبدية. وإذا كنا في احتفالات هذه الأيام مع ذكرى تجلي أمنا العذراء، فأحد ثمار هذا التجلي أنها تشوق قلوبنا نحو السماء. فالعذراء ظهرت وتجلت وظهرت لملايين من البشر، وعبر أيام وشهور كثيرة، إنما الهدف الرئيسي وراء هذا أن ترفع عيوننا إلى السماء ولا نضع عيوننا في الأرض. فاحتفلنا بتجلي أمنا العذراء إنما يؤكد على الطريق الحقيقي للحياة نحو السماء. نمضي
وزي ما شفنا في الصور وفي الأفلام اللي اتعرضت وزي الصور اللي موجودة، بنلاقي كل الناس رفع رأسها لفوق، عمالة تنظر لفوق تنتظر ظهور العذراء. فرفع رؤوسنا إلى أعلى هو نحو السماء، نرفع قلوبنا ونرفع عيوننا ونشتاق إلى السماء، الاشتياق إلى السماء. فأمنا العذراء التي ظهرت هي لكيما تلهب قلوبنا بهذه الشهوة، شهوة الحنين إلى الأبدية. فليس مجرد ظهور العذراء حدث تاريخي أو ظهرت شوية مرات وانتهت القصة، ولكن العذراء أمنا وفخر جنسنا هي على الدوام ترفع قلوبنا نحو السماء، نحو هذا الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح الذي نشتاق أن نكون في حضنه. ولكن أنتم تعلمون أن الطريق ليس سهلا، والطريق توجد فيه صعوبات ومعوقات كثيرة. وربما العبارة التي نصليها في أشية المرضى تضيف لنا وتوضح لنا هذا الطريق وكيف نحتاجه. فنحن نقول في أشية المرضى، صلاة المرضى، الصلاة الكنسية، نقول يا رجاء من ليس له رجاء، ومعين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب، وميناء الذين في العاصف. هذه الفئات الأربعة هي التي تسير في الطريق وتحتاج هذا الطريق. أولا الذين بلا رجاء، واحد عايش ما عندوش رجاء، ما عندوش أمل، أو زي الكلمة الدارجة اللي بنقولها مفيش فايدة. أنت تحتاج الطريق أيها الإنسان الذي تمضي في حياتك ولا تجد أملا ولا تجد رجاء، رجاءك يوجد في شخص المسيح. ترجى المسيح دائما لأن لنا رجاء فيه، هو رجاء. وكلمة رجاء كلمة فاضلة وكلمة حلوة، إن الواحد عنده أمل، عنده أمل في أي مشروع تعمله، عندك أمل إنك تنجح في دراسة، إنك تنجح في خدمة، إنك تنجح. وجود الرجاء هو وجود قوة في حياة الإنسان. فإذا كنت فاقدا للرجاء، اعلم أن الطريق هو رجاء لمن ليس له رجاء. ده فئة من الناس. الفئة الثانية معين من ليس له معين، الإنسان الضعيف اللي يقولك مش قادر، مش قادر أمشي، مش قادر أعمل كذا، ما بعرفش أعمل كذا. يأتي المسيح الطريق الذي هو معين من ليس له معين، وبدونه لا نستطيع أن نفعل شيء، ولكن لنا رجاء فيه، وهو يقدم لنا هذه المعونة. هو المعون المعين في طريق الإنسان. وأنه معين يرافق الإنسان، يساعده، يقويه. حتى أننا نسمع قديسا مثل القديس بولس الرسول يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أستطيع كل شيء. هو مين إنسان يقدر يقول أستطيع كل شيء؟ أي إنسان فينا قدرته محدودة، مهما كانت القدرات بتاعته هي محدودة، قدرة إنسان. ولكن إن بولس الرسول يقرر هذه الحقيقة وكان في السجن وقتها، ويقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، كان يقصد أنه يسير في الطريق في المسيح، والمسيح صار له طريقا وصار له معينا. يا معين من ليس له معين. الفئة الثالثة من الناس
عزاء صغير القلوب، والإنسان صغير القلب إنسان مسكين، صغير القلب يعاني من الضعف النفسي في داخله ويشعر كده بالقلة، إنه قليل. وشعوره إنه قليل في أي مجتمع وكأنه لا يملك أي موهبة أو أي مهارة، ويشعر كده إنه صغير القلب. وصغر القلب هنا أنه معدوم القوة ومعدوم المهارة ومعدوم القدرة، ولكن يأتي المسيح لكي ما يضع يده على كتفه ويقويه ويشجعه. عزاء صغير القلوب، إن كنت أنت مع المسيح فأنت مع الأغلبية، إن كنت مع الناس فأنت مع الأقلية. مهما ازداد كل البشر، مهما عدد البشر كتر، فأنت مع الأقلية. إن كنت مع المسيح فأنت مع الأغلبية، ولذلك ستجد عزاء، عزاء صغير القلوب. وهذا العزاء هو الذي نجده، كلمة عزاء يعني راحة، هذا العزاء الذي نجده في الكتاب المقدس. عندما تفتح كتابك تقرأ فيه دائما، تشبع منه، تتأمل فيه، تحفظ منه، تتكلم بما فيه، فإنك تجد عزاء وتجد راحة بال، وتمضي في الطريق ويبقى الطريق قدامك واضح ومنور. عزاء صغيري القلوب. الفئة الرابعة من الناس، يا رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب، مناء الذين في العاصف. مهما كانت حياة الإنسان فأنه تأتي أوقات تكون فيها العواصف عالية، وهذه العواصف تختلف من إنسان إلى آخر، ويشعر الإنسان كأنه بمفرده أو بلغة أخرى كأنه تايه، مش عارف إيه الطريق بتاعه، واحد تايه. ويأتي المسيح لكي ما يكون ميناء للذين في العاصف، يكون مرسى، يكون حاجة أقدر أمسك فيها، حاجة ثابتة أقدر أشعر فيها بأمان وباطمئنان. ميناء الذين في العاصف، مهما كثرت الحروب والمحاربات والمضايقات والأتعاب والهموم وكل ما يشبه هذا، يذهب الإنسان إلى مسيحه ويرتمي عند قدميه، فيشعر أنه وصل إلى الميناء، ميناء الذين في العاصف، ويعود إلى الطريق الحقيقي للحياة. هذه يا إخوتي أربعة نماذج من البشر، ناس بلا رجاء، وناس بلا معونة، وناس صغير القلوب، وناس في العاصف والعواصف، ولكن المسيح هو الطريق الحقيقي للحياة. إننا في هذا الصباح المبارك ونحن نحتفل هذه الاحتفالية الخالدة ومرور 50 عاما على ظهور أمنا العذراء في كنيستها بالزيتون بالقاهرة في مصر. ظهرت أمنا العذراء في وقت كانت مصر في ضعف شديد، وكانت في العاصف. كانت مصر في تلك الزمن 1968 تعاني آثار فادحة في نكسة حرب يونيو 1967، وكانت هذه النكسة تحطيما لكل قدرات مصر بكل صورة ممكنة، ليست القدرات المادية فقط، ولكن أيضا القدرات النفسية والمعنوية والروحية. ولكن الله لا يتركنا في العاصف، ولا يترك مصر تلك الأراضي المحبوبة لديه. ففي ذلك العام 1968
وفي حبرية القديس البابا كيرلس السادس، وفي وسط هذه العواصف الكثيرة تأتي النعم ويأتي الطريق ويأتي الميناء الذي يحفظ الإنسان سالما. ترجع إلى مصر رفاة القديس ماري مرقس في حادثة خالدة بعد مرور 1900 سنة على استشهاد هذا القديس العظيم كروز بلادنا مصر. وتظهر أمنا العذراء مريم في الزيتون في القاهرة ظهورا علنيا فريدا، وليس مجرد لأفراد أو لأيام قليلة. وينتشر هذا الظهور وأخباره وتمتد من مصر وتسري في حياة المصريين آمال جديدة وقدرة وانتعاشة. وتظهر أيضا في تلك العام 1968 افتتاح الكاتدرائية المرقسية في العباسية باعتبارها أكبر كاتدرائية لأكبر كنيسة في الشرق الأوسط، وواحدة من أقدم الكراسي الرسولية كنيسة الأسكندرية. وكأن النعم هذه الكثيرة، ظهور أمنا العذراء وعودة رفاة القديس ماري مرقس وافتتاح الكاتدرائية الجديدة، كل هذه النعم أحيت نفوس المصريين وأعطت لنا القدرة، وظهرت مصر أنها لا تنكسر ولا تتحطم حتى ولا تنهزم، حتى وإن كانت نكسة في الطريق، ولكن سريعا ما استعاد المصريين حياتهم وبناء هذه البلد الغالية على الله. وظهرت مصر بصورة قوية في حرب 1973، وظهرت الكنيسة على الدوام كنيسة مصر، كنيسة قوية شاهدة للمسيح ومؤيدة من السماء. وكان ظهور العذراء ليس أيام ولا شهور وخلصت الحكاية، ده لغاية النهاردة نشعر بمعجزات كثيرة كما استمعنا في أيام الاحتفالية السابقة. نحن نشكر الله كثيرا على هذه النعم، ونرفع قلوبنا دائما بالشكر والتسبيح، نشكره أنه يعطينا كل هذه البركات ويعطينا كل هذه التقويات، ويعطينا أن نمضي في الطريق ونحن نملأ قلوبنا بالإيمان القوي والإيمان المستقيم في شخص ربنا يسوع المسيح، ونحن نعيش في كنيستنا التي لها هذا العمر الطويل والممتد إلى نهاية الأزمان، ونشعر أننا في كنيسة قوية. هذه الكنيسة تحيا بوجود ربنا يسوع المسيح فيها وبالأسرار المقدسة العاملة فيها، وببركات القديسين الذين عاشوا عبر أجيال وأجيال، وها نحن نأتي اليوم جيل من الأجيال نفرح ونتعزى ونتقوى ونتشجع ونستند إلى تاريخ قوي وإلى حضارة عظيمة في كنيستنا وفي بلادنا. أمنا العذراء مريم التي نحتفل بالتذكار الخمسيني أو اليوبيل الذهبي لظهورها، نحتفل فيها أيضا بأن البابا كيرلس السادس تعترف به كنيستنا أنه قديس عظيم وأيضا يعمل معنا. فنحن يا أحبائي لا نعيش على الأرض بمفردنا، احنا مش عايشين لوحدنا، صح احنا كلنا شايفين بعض كده على الأرض رايحين وجايين، لكن السماء تشاركنا بكل قديسيها. أنا أحسب أن في السماء فرحا كما على الأرض هذا الفرح وهذا الاحتفال. أحسب أن أمنا العذراء في سعادة بالغة أننا نطوبها ونكرمها
ونفرح بوجودها، ونفرح بالقديسين الذين عاشوا على أرض بلادنا، ونفرح بتذكار البابا كيرلس السادس الذي كان في حبريته نعم كثيرة أنعمت بها السماء علينا. هذه كلها أفراح ليست ليوم أو اتنين، ولكنها لتدوم في قلوبنا. إن شعرت بضعف أو بعدم رجاء أو ببعض العواصف، ارفع قلبك إلى أعلى، تذكر تجلي أمنا العذراء، وتذكر يد المسيح الممدودة على الصليب لكيما تسندك وتقويك، ليس كفرد ولكن تسند جموعا وجموعا. إننا جميعا كل الآباء الأحباء الحضور معنا، وكل الكنيسة بخدامها وخادمتها وبكل أفراحها، وكل الذين تعبوا في إعداد هذه الأيام، أيام الاحتفالية الجميلة، كل الآباء الكهنة ونيافة أنبا يؤنس في ترتيب وتدبير عمل هذه اللجنة عبر الثلاث سنين اللي فاتوا، وفي مشاركة كل الشعب في كل صغيرة وكبيرة، وفي الصغار ولادنا أطفالنا الصغار، احكوا وياهم وضحوا لهم. هم صحيح ما عاشوش ظهور العذراء، ولكن احنا بنسلمهم حقائق تاريخية وحقائق روحية نأخذ بركتها في كل حين. ليبارك المسيح الجميع، يبارك كل من تعب في هذا الاحتفال وفي هذا التذكار إكراما لأمنا العذراء مريم. نحن نفرح كثيرا أننا نعيش هذه الأفراح في حياتنا وفي قلوبنا، نفرح بهذه الكاتدرائية الكبيرة، ونفرح بكنيسة الزهور وهذا التذكار المقدس في زهور أمنا العذراء، ونفرح بالأجيال التي عاشت والأجيال التي تمتعت بزهور العذراء، وها نحن نتسلم هذه الوديعة الغالية، نفرح بها ونسلمها للأجيال التي بعدنا. ليبارك المسيح الجميع، وليعطينا دائما أن نمجده. إنه الطريق والحق والحياة، إنه الطريق الحقيقي للحياة، إنه الطريق لكل من ليس له رجاء أو من ليس له معين، ولكل من هو صغير القلوب، ولكل من هو في العاصف. ليباركنا المسيح دائما، يحفظ كنيسته ويحفظ بلادنا مصر سالمة، ويحفظنا جميعا في محبته إلى النفس الأخير. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. Yeah.